أعزائي المشاهدين، حياكم المسيح في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية، وتعالوا نسمع تأمل. أحبتي في المسيح، أحييكم بتحية المسيح. نعمة وسلام الرب يسوع المسيح تكون معكم. وتأمل جديد، هل الإسلام عالج الخطية من الداخل؟ سؤال، خلنا نشوف سوا. المسيح قال نقي فكرك. المسيح يقول وهو بينتقد الفكر الشرير بقوله لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم في متى 9:10، بينما تعاليم الإسلام تسمح لك بالتفكير بالخطية ولا تكتب لك ذنب، ولكن تحسب لك ذنب إذا ارتكبتها. علماء النفس يقولون إنه الإنسان آجلا أو عاجلا حيسوي اللي عم يفكر فيه. إذن تعاليم الإسلام تخليك تذنب طريق غير مباشر، طريق شيطاني. هذا علشان تذنب ثم تتعاقب وتفضل عبد تحت سيطرة رجال الدين والحاكم الذي يتشدق بالدين والتدين. ومثل ما أنه هناك تزاوج، يعني شراكة بين الله والبشر من خلال الرب يسوع المسيح تبارك اسمه، هم بعد الشيطان يقلد وهو بيعمل من خلال الشراكة بين الحاكم الشرير ورجال الدين. على سبيل المثال، رسول الإسلام محمد لما شاف مرأة واشتهاها بقلبه فدخل على أحد زوجاته وعاشرها، وهذا يتفق مع الحديث عن جابر بن عبد الله في حديث صحيح جامع أن رسول الإسلام محمد قال فإن رأى أحدكم امرأة عجبته فليأتي أهله. هذا عشان لا يقع في الخطية الزنا يعني. لكن في الحقيقة هو قد زنى في فكره، فهل كانت زوجته حترضى أنه يعاشرها وفي عقله حرمة تانية؟ هل فكر اللي قال هذا الحديث فيما لو كانت أحد زوجاته كانت تتخيل برجل آخر أثناء معاشرته لها؟ كيف حيكون شعوره؟ هل هذا هو الحل بنظره كاتب الحديث هذا؟ شيء غريب. طبعا الوحيد القادر انه ينقي فكر الانسان مين هو؟ المسيح. هو سلام الله في المسيح يسوع، وهو الوحيد الطريق والحق والحياة. اسمع قول الرسول بولس الى اهل فيلبي، والكلام هم بعد موصول لك انت اللي عم تشاهد هذا المقطع. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. فيلبي 4:7. سلام المسيح يملأ قلوب من يسمع ويقرأ ويتأمل كلمات الرب هذه ويشاركها ليبارك بها حياة الآخرين. شارك هذا المقطع الآن، وبركة المسيح وسلامه تكون معكم جميعا. آمين. ما حد غيرك قالها، محد يقدر يقولها، الدنيا وكانها ريحكم نحمولها، محد يقدر يقولها.
تعالوا وكل يجي بحماله. قلت لينا تعالوا كل يجي بحماله. عندي ارتاح باله والسعادة ينولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وثقالها أريحونا حمولها. ما جيت لجلا منين جيت للبشر خدام. أتألم وانظلم حتى يعيشون بسلام. ما جيت لجلا منين جيت للبشر خدام. أتألم وانظلم حتى يعيشون بسلام. وسلامي فوق عقولنا. ما حد غيرك الله ما حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وثقالها أريحونا حمولها. بار وصالح دعوتي للخطار. أنوب عنهم وصالح وكن لهم حياة. مع إني بار وصالح دعوتي للخطار. أنوب عنهم وصالح وكن لهم حياة. وحكوا طريق يمشوا بها. ما حد غيرك قالها ولا حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وثقالها أريحونا حمولها. سماينا بصعد لكن أرسل لكم روحي عزي ويسند طول الطريق يعينكم. قلت سماينا بصعد لكن أرسل لكم روحي يعزي ويسند طول الطريق يعينكم. فطلوعها ونزولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وثقالها أريحكم نحمولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وثقالها أريحكم نحمولها. تعالوا وكل يجي بحماله. قلت لينا تعالوا كل يجي بحماله. عندي ارتاح باله والسعادة ينولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها وما حد يقدر يقولها. الدنيا وثقالها أريحكم نحمولها.
مشاهدينا الكرام، حياكم المسيح في فقرة جديدة من فقرة قضايا وحلول. قضية اليوم اللي بنتكلم عنها هي نظافة الشارع. ليش تلاقي عندنا الواحد مثلا يأكل سندويش وهو يسوق سيارة، وبعدين يرمي الورقة من شباك السيارة، أو يشرب بيبسي ويرمي العلبة بالشارع، أو يرمي السيجارة حقه من شباك السيارة ويعرض نفسه والسيارات اللي وراها للخطر؟ ليش؟ بينما هذه الأمور وهذه لا مبالاة تلاقيها نادرة الحدوث عند الغرب. وإذا شفتها في الغرب على الأغلب إن اللي سواها مسلم عايش هناك. ليش الناس في الغرب يلتزمون؟ ليش الغرب يلتزمون نظافة الشارع والمتنزهات أكثر منها؟ على الرغم إنه سيارة النظافة تجي مرة واحدة في الأسبوع لجمع النفايات في الغرب، ولكن عمال النظافة عندنا يعملون بشكل يومي، ولكن لا حياة لمن تنادي. وليش الواحد في الغرب يتروش مرة واحدة في اليوم وتكون ريحته نظيفة، ولكن الواحد عندنا يتوضى 5 مرات في اليوم لكن ريحة البصل والعرق والثوم طالع منه بالمسجد؟ ليش؟ هل لأن الناس في الغرب يدفعون أموال من الضرائب من أجل نظافة الشارع والبيئة والمتنزهات، ومن الضرائب تدفع الحكومة رواتب عمال النظافة؟ بمعنى آخر، أن المواطن الغربي يشعر أنه الشارع أو المتنزه أو الحديقة كل شيء هو ملك له وللآخرين، وبالتالي يعمل على الحفاظ عليه، بينما هذا الشعور منعدم عندنا. صراحة أنا فكرت بهذا وبحثت عن الأسباب والحلول، ويمكن أنت فكرت مثلي، خصوصا حاولت ألاقي حل من الكتاب المقدس، لكن لقيت الأهم، لقيت الرب يسوع المسيح يقول ليس ما يدخل الفم ينجس بل ما يخرج من الفم، متى 15:11. صليت وقلت لنفسي يا رب هذه الآية ما فيها أي دعوة للنظافة، وكنت مستغرب، فقال لي الرب يا خالد إذا الإنسان نظف قلبه ساعتها كل شيء نظيف. اللي يرمي شيء بالشارع لأنه بقلبه شيء ضد المجتمع أو ضد أخوه الإنسان، وهذا يسبب نجاسة القلب، ولكنه لو أحب وغفر حيكون الوضع مختلف، صح ولا لا؟ ما قلت لربنا أنت يا رب خلقتنا وأنت أبخص فينا، حنا كلنا ملكك وأنت دائما صح ومئة صح. أصلي أن الرب يسوع المسيح يطهر قلوبنا جميعا ويجعلنا مثل يحتدى به لعيالنا وأحفادنا من بعد. آمين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أكبر مشكلة تواجهنا وتواجه العالم اليوم وكل يوم هي نظرة كل واحد منا للآخر، نظرة سببت شرخ كبير في علاقاتنا الإنسانية مع بعضنا البعض، لأني من خلال نظرتي لك بيكون تعاملي معك. فإذا كنت أنظر لك باعتبارك أخ وشريك في الحياة فبيكون تعاملي معك تعامل الإخوة، أما إذا كنت أنظر لك باعتبارك عدو لدود فأكيد بيكون تعاملي معاك تعامل الأعداء. فنظرة تعيشنا في حب وسلام، وثاني تعيشنا في حرب وخصام. ولله دور أساسي ومهم في تحديد كل نظرة وانعكاسها على حياتنا في الأرض.
فكل إنسان ومن خلال تعاملاته مع الآخرين يعتبر ممثل شخصي لإلهه اللي يعبده، وكل واحد فينا يأثر في دائرته بحسب تأثير الله فيه، ولكل دين تأثير واضح على شعبه ومجتمعه وكل العالم حوله. وبحسب هذا التأثير، سلبي كان أو إيجابي، يمكن وبكل سهولة اكتشاف ثمر معرفتنا بإلهنا. فهاليوم عرفناه عم الخير وتقارب الناس وانتشر السلام، أو صاد الشر وعمت الحروب وسفكت الدماء؟ فمن خلال نظرتك لغيرك أقدر أقول لك من إلهك. فهل تنظر لغيرك على أنه أخ وشريك لك في الحياة، أو تشترط عليه يكون على نفس دينك ومعتقدك عشان ينول هذا الشرف الرفيع ويسلم هو وأهل بيته من حد سيفك؟ هل الآخر كافر عدو لله، دمه وماله وعرضه حلال، لا يملك نفسه ولا حريته وأنت واصي من الله عليه وعلى حياته؟ أو هو حر في نفسه وماله وتفكيره؟ عندما خلق الله آدم وحواء، خلق لهم الأرض مسكن لهم، وأوصاهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الأرض واخضعوها، وكانت إرادته أن تنتشر الذرية وتعمر الأرض ويعم السلام. عشان كذا حرص الله على بناء علاقة قوية تربطنا إحنا البشر ببعضنا كشركاء في نفس المهمة ونفس الأهداف. لذلك ركزت تعاليم السيد المسيح على بناء علاقات قوية معاه ومع أنفسنا ومع الناس من حولنا، لأن كلنا شركاء في الأرض والحياة، ولكل منا واجب مقدس تجاه الآخر. فكانت أول الوصايا وأعظمها عند الله أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه الوصية الأولى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. والمقصود بقريبك في المفهوم المسيحي هو كل إنسان غيرك أنت، يعني كل الناس، البعيد والقريب، المسيحي والغير مسيحي، المرأة والرجل، حبيبك أو عدوك، اللي تعرفه واللي ما تعرفه، من دمك أو غريب عنك، زميلك أو جارك، جارك السابع أو حتى جارك المية. يعني في المسيحية كل الناس أهلك وأخوانك، والعلاقة ما يحددها قرب أو دم أو تشابه أو معتقد أو دين. فكل الناس أخوة طالعين من نفس البيت ولهم نفس الإله. ما في شيء اسمه أخوك المسيحي أو المسيحي للمسيحي كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكل الناس أخوة، كل الناس أقرباء، وحتى لو كنت في نزاع مع أحد فهم يعتبر أخوك وله حق عليك أنك تحبه وتباركه وتصلي من أجله وتتواضع له وتكون صادق وأمين معاه، تسامحه وتغفر له كل زلاته، وتهتم بحياته وتقدمه حتى على نفسك، وتحبه وتحب كل الناس. لا تخاصم ولا تكره ولا ترفض ولا تقتل ولا تسلب ولا تكفر. وحتى كلمة صغيرة إذا بتزعل أحد إخوانك منك فبلاه، لأنهم إخوانك اللي المسيح حبهم مثل ما حبك وفداهم مثل ما فداك. وكذا بس تكون ابن حقيقي لأبوك السماوي، تنشر السلام وتكون أخ محب لإخوانك. ودائما تذكر كلام المسيح لنا: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات.
فإنه يشرق شمسه على الأبرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. هذا هو قانون المسيح في التعامل مع الآخرين. وبكذا أوصانا كبشر أن نحب بعضنا بعض وبنفس المحبة وتنفيذ لوصية السيد المسيح. أدعوك أخي، أدعوك اليوم تتعرف عليه وعلى تعاليمه وتقبل عطاياه ونعمته فتخلص أنت وأهل بيتك. فالله بيسألني عنك مثل ما سأل قابيل عن أخوه وقال له أين قابيل، أين هابيل أخوك. أتمنى من الله أن يملأ قلوبكم محبة للآخرين، محبة تطرد الكره والشر والحقد، محبة تكون لكم نور وحياة، محبة تغير حياتكم، محبة تهزكم من الداخل، وبالمحبة ألقاكم الأسبوع الجاي على خير وفي أمان الله. أحبتي في المسيح، وصلنا إلى فقرة الاختبارات، وهذه الفقرة جانا اختبار من الأردن من أخ اسمه ألف. يقول لي: مرحبا، أشكرك يا دكتور على الرد على رسالتي، كما أعتذر في تأخري على الرد لأنه لا يتوفر على هاتفي خدمة الإنترنت، معذور. أنا كما قلت في السابق أنه أنا من الأردن ومن مدينة معان، كما أشرت في السابق أنه لا يوجد في مدينتي كنائس أو مسيحيين. في الحقيقة أنا شاب ملتزم مسلم إلى حد ما، ومن عائلة ملتزمة بالدين الإسلامي، حيث منذ فترة قصيرة أصبحت تراودني أفكار وأشياء غريبة، منها على سبيل المثال لماذا الرسول محمد فعل كده وما يفعل كده. وعندما أسمع شيء من القرآن أتساءل كثير عن أشياء غيبية وغير عادية. وعندما أسأل بعض المشايخ أو أحد من الأسرة يقول لي: هذه وسوسة من الشيطان، أتركك منها. لكني لم أعتقد ذلك، خصوصا أني أصبحت بعدها أفكر بالمسيحية بشكل مفاجئ، أمين، ومن دون سابق إنذار. وأصبحت أبحث عن المسيح بالإنترنت، عنه وعن كيف أصبح مسيحي، لكني لم أستفد، ما استفدت شيء كثير. وبعدها خصصت هذه الصفحة، أقصد الصفحة الشخصية حقتي، لذلك أصبحت أبحث عن أشخاص مسيحيين أو صفحة خاصة بكنيسة أو ما شابه لكي يتواصل معهم بخصوص مشكلتي، لكن دون فائدة. تذكر مع العلم أني حاول التواصل مع أرقام بعض الكنائس أو الآباء أو الخوري الموجودين بالأردن، لكنهم رفضوا التواصل معي. بعدها قررت عن البحث عن أشخاص مسيحيين عن طريق الفيسبوك. قد أرسلت طلبات صداقة كثيرة لكن لم يوافق أحد إلا شخص واحد قام بالموافقة، مع العلم أني ربما قد أرسلت الطلب الصداقة بالخطأ، حيث أني يأست من ذلك، حيث أني من تلك الفترة تركت الصلاة ولم أعد أصلي، وتركت موقع الفيسبوك لفترة إلا منذ يومين. دخلت إلى صفحتي وتفاجأت بموافقة شخص على طلب الصداقة، وهي أخت مسيحية من العراق تقيم في السويد، وهي من دلتني عليك، كأني عرفتها الأخت. أوكي، وهي دلتني عليك وعلى قناة الحياة. هذه هي قصة باختصار. أنا طبعا أكتب الكلام قبل أن أشاهد الاختبار أو الفيديو، الآن سأشاهد الفيديو وأرد عليك، آمين. هو الاختبار لسه ما كمل، بس أبين إحنا حنصلي من أجل أخونا المحبوب ألف من الأردن، ونقول باسم يسوع المسيح
بتكون بركة للمدينة اللي انت قلت انك فيها ما فيها كنائس ولا فيها مسيحيين، والرب يبغى يستخدمك هناك باسم يسوع المسيح. احطك بين يدين النعمة، بين يدين العرش، الرب يستخدمك استخدام قوي. قول معي آمين، واللي يسمع ويصلوا لهذا الشخص ويقولوا معي آمين. أحبتي المشاهدين، وللأسف الوقت ما يكون بصالحنا، ينتهي برنامج المجلة السعودية، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة والأسبوع القادم، وأسبوع جميل مليء ببركات يسوع المسيح تكون معكم جميعا. آمين.